حياكم الله مشاهدينا، معكم نادية بركات من تلفزيون أبوظبي، برنامج هلا وغلا أو مقدمة برنامج هلا وغلا. بداية أحب أني أقول لكم أن أنا موجودة في قصر الإمارات لمهرجان أبوظبي السينمائي السادس. اخترت من قبل التلفزيون لتغطية أحداث هذا المهرجان، بداية من افتتاح المهرجان وهو كان ليلة جدا حلوة استقبلنا فيها الفنانين والنجوم. على مدار أسبوع تقريبا عرضت مجموعة من الأفلام كانت كثير حلوة. أنا اللي لفت انتباهي فيلم للفنان خالد النبوي ذا المواطن، وأكيد كان فيلم كثير حلو، أتمنى الكل يتابعه ويشوفه لأن فيلم يناقش موضوع هام، هو بعد وضع العربي بعد حادث 11 سبتمبر، وغطى جانب مهم من وضع المغترب العربي في أمريكا تحديدا. أفلام كثيرة، أفلام حلوة. اليوم كنا موجودين في توزيع جوائز الفئة الأفلام الإماراتية وفئة الأفلام القصيرة، وأيضا نال جوائز كثير من الفنانين من البحرين ومن الإمارات ومن الجزائر ومن كثير. كان حلو التنظيم، كان حلو الترتيب، كل شيء كان لائق بقصر الإمارات ولائق لمهرجان أبوظبي السينمائي. باشر بنلقاكم إن شاء الله أيضا في تغطية خاصة لختام حفل مهرجان أبوظبي السينمائي، وأيضا على السجاد الأحمر ونجوم بعد وجوائز، وإن شاء الله نتمنى أن الكل يستمتع ويستانس.